Спасибо! Зор, зор, зор! Четки! الحمد لله داز الفواياج يعني واحد تعب شي شويه، ولكن هذا الشيء كيوالو قدام الحب ديالنا للفريق الوطني ولهاد اللاعبين في المنتخب اللي كاينين فيهم حتى ولاد الحومه بحال سفيان بوريط بحال اللاعبين الاخرين والصديق العزيز والاخ الاكبر سي هشام الدقيق اللي كنحييو من هذا المنبر وكنتمناو ليه ان شاء الله واحد المسيره مازال طويله مع المنتخب. نحاولوا ان شاء الله نوقفوا معاه لانه دار الشيء الكثير للفوتسال، يعني رجع الفوتسال هو الرياضه الجماعيه الاكثر تتويجا في تاريخ المغرب. ما كاينش شي رياضه اللي دات ثلاث كؤوس افريقيه ودات ثلاث كؤوس عربيه كاس القارات وترشح المره الثانيه على التوالي دابا للدور الثاني. مهمه صعيبه امام ايران مع الغيابات، ولكن ان شاء الله غادي يكون الخير ان شاء الله. وانا راه سديت الخدمه ديالي والعياده وجيت باش نشجع المنتخب وان شاء الله يكون الخير وديما مغرب. اخوتي انا ما نزيدش نكذب عليكم، مع الافكتيف اللي عندنا اليوم غادي تكون ماتش صعيب شويه. جيسبيغ انايا بدل كاع لا تكتيك والتكنيك واجي نلعب لا ديفونس مليح وان شاء الله غادي نسجعوا المغرب وان شاء الله نربحوا ان شاء الله. صعيب ولكن تايقين في سي دقيق والجروب ديالو وان شاء الله يربحوا ويماركيو لي زوكازيون اللي غيجيو، حيت غيكونوا دي زوكازيون ولكن خاصهم يماركيوهم ماشي بحال في الماتش كونت البرتغال. وان شاء الله راه ربحت ندوزو للنيكست تور ونمشيو نشجعوا المغرب عاوتاني. حنا المتوقع ان شاء الله تنتوقعوا نتيجه ايجابيه للفريق الوطني المغربي. حنا لا نهاب اي فريق على اعتبار ان المنتخب ديالنا منتخب عالمي واصبح من المنتخبات الكبيره على الصعيد كره فوتسال. ان شاء الله مربوحه ان شاء الله، نتمنى ذلك. وديما ديما مغرب اولويز مروكو وعاش المغرب. والله العظيم كفكره ديال اوزباكستان ما عمري ما فكرت فيها، ولكن كبلاد زوينه بزاف ناس الله يعمرها دار، وحنا شفنا جوحة هو كمدينه زوينه بزاف صراحه. الله شفنا ان مدينه اللي عندها بزاف ديال العلماء. انا بيرسونيلمون عمر ما كانت الفكره انني نجي لاوزباكستان، مي الحمد لله يعني سيت اون اوبورتونيتي لوحدها. انا جيت من امارات دبي. كيفاش الاجواء هنا؟ واه صراحه الله كاينين تلاقينا نيت مع شي خوت مغاربه وجاكم حتى هو منور هنايا، والله يجعلها ان شاء الله تكون ماشي اول مره تكون المره الثانيه ان شاء الله. واش كيبان لك اليوم الماتش المنتخب؟ وصراحه الله الماتش مع ايران غيكون شويه صعيب ولكن ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. الله يحفظك. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.